أخوتي وأخواتي عشاق الزراعة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم راح أنطيكم طريقة، هاي الطريقة تخلي يعني المحافظات اللي بيها ارتفاع بدرجات الحرارة حتى لو توصل 53 54 55، وبالأخص محافظاتنا الجنوبية بالعراق، محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية والدول المجاورة اللي ترتفع درجات الحرارة بدرجات مرتفعة جدا. هاي الطريقة اخوان الاعزاء تخلي هاي المحافظات تزرع حتى النباتات الاستوائية، تزرع اي نبات يعجبهم بدون ما يتأثر هذا النبات، بل انه هذا النبات ينتعش وينمو بشكل مو طبيعي. اخوان الاعزاء الطريقة باختصار استخدام هاي السيام المشبك، مثل ما تشوفون هاي السيام المشبك، وتبدي ترصف عليها سعف النخيل بهذا الشكل. شوف اخوان الاعزاء، شوفوا هذا سعف النخيل يرصف بهذا الشكل، بس تخلون مساحات لدخول الشمس، شوفوا تخلون مساحات لدخول الشمس. شوفوا اخوان الاعزاء بهذا الشكل المميز. وطبعا المحافظات اللي مثلا ممكن درجات الحرارة اكثر، يعني اذا شفتوا انه النبات يحتاج بعض ظل، ايش تستخدمون؟ تستخدمون هذا التول الظلي، هذا التول الظلي، وممكن تخلي فوقه سعف طبقة ثانية. وهذا التول الظلي اذا كان اتجاه تيارات الهواء جاي، مثلا ما عندك مصدات رياح على سبيل المثال، يعني من هاي الجهة على سبيل المثال، من هاي الجهة اللي بيها تيارات الهواء، خلي اقول ما عندك اشجار، فشو تسوي؟ تخليه بالجانب. شوف شلون هذا هسه مخليه باتجاه مصدات الرياح، تخلي تول ظلي باتجاه هذا وترصف ويا سعف، لانه اللي ياثر على النباتات مو بس الشمس المباشره، اكثر شيء ياثر على النباتات هو تيارات الهواء الحاره اللي تاذي النباتات. لذلك اخوان الاعزاء الطريقه باختصار، هاي الطريقه اعتبروها الاهم، أهم طريقة لحماية النباتات في الصيف، طريقة شاملة تختلف عن الطريقة اللي علمتكم بها أنه تزرع نباتات وتزرع مثلا الختمية وتزرع زهرة الشمس زينية وغيرها اللي تحمي النباتات. هاي الطريقة أخوان الأعزاء استخدام السعف هي الطريقة الأمثل لحماية النباتات. شوفوا أخوان الأعزاء، شوفوا هاي، وهنا أيضا شوفوا هسه هنا، هاي بنفس الطريقة هنا. شوف رغم انه هسه هنا اكو نباتات اصلا ظليه، شوف هنا، بس شوف الاجواء هنا، شوفوا يعني هذا السعف، سعف النخيل بهاي الطريقه الجميله وينطي جماليه ايضا، بس شوفوا شلون تحافظ على النباتات، وشوف النمو مالتها اسفل هاي شو اسمه. شوفوا اخوان الاعزاء هذا سيم، من هذا السيم القوي، وهنا اعمده تصير بالجوانب هذا الشكل، وهنا تتركون فتحات. طبعا السباركس ما يحب الشمس المباشره، اناره قويه بدون شمس مباشره، لكن هنا منتعش ونشط، وكذلك هاي النباتات اللي هنا مثل جاردينيا وغيرها. شوفوا اخوان الاعزاء، وهاي الطريقة اخوان الاعزاء انصح بها، وهسه راح افتر وياكم بهذا المشتل، مشتل سيد عبيش الحطاب، واشوفكم شلون يحمي النباتات بهاي الطريقة. شوف اخوان الاعزاء هاي الطريقة بصراحة طريقة ناجحة، طريقة غير مكلفة، يعني انت تختار بس شوفوا تخلي فتحات حتى شنو، لانه النباتات ما يصير بها نمو اذا مو شمس، الشمس تعتبر اساسية. شوف اخوان الاعزاء طبعا هنا كله انتاج المشتل، هذا انتاج المشتل 100%. وهنا ايضا شوف اخوان الاعزاء، هنا مثلا عندك هنا هذا النبات، هو نبات احنا نسميه الثلجي، وهنا ايضا هنا انتاج المشتل، هذا كل الموجود هنا انتاج المشتل، يستخدم نفس الطريقه. شوف اخوان الاعزاء حتى انه اذا كان نايلون يستخدم سعف النخيل لحمايه النباتات. شوف هنا ايضا هاي، هنا نفس الحالة، هنا أنا أيضا نفس الحالة،
كلها بنفس الطريقة، كلها هاي بنفس الطريقة. هنا ايضا شوفوا اخوان الاعزاء، هنا ايش مستخدم؟ شوفوا مستخدم هذا التول الظلي وفوقه سعف النخيل، وشوفوا هنا هذا شكل سعف النخيل من الاعلى. شوفوا هنا ايضا، شوفوا اخوان الاعزاء هنا ايضا نفس الحالة نفس الطريقة. شوفوا اخوان الاعزاء، وهنا مستخدم هنا التول الظلي فوق النايلون حتى يوفر رطوبة ويوفر يوفر شو اسمه، يوفر الرطوبة ويوفر الظل. هنا طبعا هاي البيوت، البيت المحمي الرئيسي حتى يشغل المفرغات. شوفوا هنا هاي مفرغات تشتغل حتى تقلل من درجات الحرارة. شوفوا هنا مثل هاي كل انتاج عراقي 100% في مشاكل محافظة بابل. شوف هاي مفرغات حتى تطلع الهواء الحار، الطلعة من البيت المحمي. اذا اخوان الاعزاء اهلنا بالبصرة، هاي الطريقة الافضل لكم، الافضل لكم انه تستخدمون سعف النخيل لحماية النباتات، والبصرة هي ام النخيل، يعني البصرة هي ام النخيل، ومحافظاتنا الجنوبية نفس الحالة. هاي الطريقة تخليك تخلي النباتات بابهى صورة مثل ما قلت لكم، ومثل ما تشوفون شوفوا النمو تحت يعني تحت الظل اللي توفره سحب النخيل. شوف هاي النباتات من نبات المطاط، وشوف النموات مالته ما شاء الله. طبعا هذا كله انتاج المشتل، انتاج المشتل. هنا ايضا هذا النبات هو انتاج المشتل اللي احنا نسميه البخور وغيرها من النباتات. شوف كله انتاج المشتل، مزروع بالشمس المباشرة، ومثل ما تشوفون كلها النباتات بأبهى صورة، لأنه استخدمنا طريقة صحيحة لحماية هاي النباتات. هنا الجربرة وغيرها من النباتات الجميلة. هنا طبعا عندنا نبات الناز، هو يحب الشمس المباشرة فما يحتاج حماية. اخوان الاعزاء ان شاء الله تكون استفاديتوا ومن هاي الطريقة الجميلة، الطريقة البسيطة. بالختام نستودعكم الله وفي امان الله، كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات.